10 ساعة من العملية الدقيقة في المخ التي أجريت لمحمد محمود انتهى أثر التخدير وبدأ يتكلم وتظهر عليه أثر تحسن. الضغط اللي على المنطقة المخ هذه أحسن الآن الحمد لله، فإن شاء الله أنا بتأكد بنشوفه مرة تانية بعد 3 أيام بكون إن شاء الله في وضع أفضل يتكلم أفضل، لأنه لسه الضغط والانتفاخ حوالين الورم. سعادتي الحقيقية عندما أرى مريضي نام وهو مطمئن ومرتاح وأجرى العمل الجراحي بدون ألم وبدون شعور وبدون إحساس بهالأشياء اللي عم تجرى له، وعندما يستيقظ ويقول الحمد لله كل شيء جيد ويستيقظ بدون ألم، هذا هو رأس المال الذي أسعى له. النتائج التي تحققت في هذه العمليات ورغم نقص الأجهزة تبعث على الرضا والسعادة في نفوس الأهل ولدى الفريق الطبي. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وصلنا لهذه المرحلة، والمرضى يعني لم يحدث ولا لشخص فيهم أي اختلاطات، والمعتاد أن تحدث اختلاطات بنسب عالية لأمثال هؤلاء المرضى. الموريتانيون الذين عملوا مع الفريق يؤكدون أنهم استفادوا كثيرا من هذا التعاون وشكل لهم ذلك تجربة مهمة. الأطباء عمل معهم مريح وجيد، وكلهم على أحسن ما سلوكهم جيدة، أمورهم جيدة، كلهم متبرين في أثناء تدريبنا كلهم والله جيدين وما يحسوا معهم ما نحسوا بالتعب. يجونا فرق بالخارج من دول صديقة كيف الآن شاتنا من تونس ومن الجزائر المغرب الولايات المتحدة الأمريكية والآن من السعودية، وكل عمليات ينقصونا يعدلوهم إن الحمد لله مدة أسبوع أو أسبوعين كيف أمراض القلب. This patient came in. He has pain. Pain in the legs. Okay. Pain here and pain here. In the left leg in particular. All the way. لم تقتصر نشاطات الفريق على إجراء العمليات، بل استثمروا وقتهم الضيق في نشاطات تدريبية وتثقيفية في المجال الصحي ومحاضرة طبية. الفرق المساعدة في موريتانيا بحاجة إلى مزيد من التدريب، ومع ذلك تمت الاستفادة من إمكانياتهم. في نقص كثير حتى في الفنيين، حتى في الأطباء اللي يبغى أطباء تخدير، لأنهم ما فيهم واحد في أثناء التدريب منذ 10 سنوات تخرجوا والله 7 سنوات شاف العمل في مكان دراسته، لكنه ما هو موجود هنا. رغم المصاعب وتكثيف العمل خلال هذا الأسبوع، إلا أن الرغبة في عمل الخير جعلتهم يأملون أن يعودوا مرة أخرى. I would come again if there will be one. والعجيب في الفريق اللي معنا أن من جنسيات مختلفة أولا، ومن خلفيات مختلفة، من أديان مختلفة، حس موحد من الهدف واحد وهو حب عمل الخير. هذا الشعور هو شعور إنساني يشارك فيه الجميع، كل البشر يشاركون عندما يرون محتاجا يقدمون يد العون والمساعد. نحن نعالج المسلمين وغير المسلمين، فإذا كان المسلم بحاجة فنحن يدفعنا هذا الأمر الحقيقة لمساعدتهم كما يدفعنا لمساعدة غيره. وجدنا أنه في فئة من الزملاء الأطباء يعني لاحظت عليهم همم عالية جدا ويعني يتشوقون لعطاء في مجال عملهم بدون حدود حقيقة وبدون مردود مادي، وليس فقط هذا، ولكن هم يتعدوا هذا بأنه مستعد أن يصرف من جيبه الخاص. ولم تكن الجهات الرسمية والشعبية في موريتانيا أقل حفاوة بجهود هذا الفريق الطبي الخيري والنجاحات التي حققها. أقول لهم باختصار جزاهم الله خيرا بأحسن جزائه، هو اللي ممكن يعطيهم كل الأجر وكل الخير. ومن مؤشرات الترحيب الدعوات التي وجهت لهم والحفلات التي أقيمت احتفاء بهم. قدر الكرام السعي في الإحسان وبهم يدوم المجد للإنسان، وجمال من منح الجمال مؤقت وجميلهم يبقى مدى الأزمان، ولمن بعون الله أنقذ مهجة سينال عيشا عاليا بجنان. والطب أفخر حكمة وأجلها فبه الشفاء بقدرة الرحمن،
يا نخبة من أعظم الجراح قد نشرت شدى الريحان ذي الأوطان ولها من الحرمين نفحة رحمة تحيي المآذر من بني الشيبان. عشية لاح الوفد يبزغ نوره بأرض بها كل الأنام عليم يلوح على الأحياء ينشر رحمة يداوى بها ما في القلوب سقيم. أخصاء في رأب القلوب وفحصها بفحص به نيل المراد عميم. أعضاء الفريق كلهم قدموا أفضل ما لديهم وعملوا خلال أيام مهمتهم القصيرة نحو 20 ساعة يومياً وهم في سعادة غامرة. ما شاء الله تبارك الله، الفريق كله كان متعاون والنية كانت صادقة وكانوا جايين لهدف معين يبغوا يحققوا الهدف. سعد القرني، روح التنظيم، أحب أن البعثة تتكرر أكثر مرة إن شاء الله. زهير الهليس، احترافية عالية وحب لحمل الخير عجيب. ماجد العبدان، مساعدة في المجال الطبي وغير الطبي، كان أكثر الناس اللي ساعدونا في تجهيز الرحلة. ما شاء الله تبارك الله، الدكتور عماد من أفضل الجراحين الموجودين وساعدنا كثير زي الآخر. جمال غوشة، كتلة من النشاط ما شاء الله، تطلعاته كانت أعلى مستوى الرحلة قبل ما نوصل وما زالت تطلعاته عالية. جميرة سعد، مخدر من الدرجة الأولى زي الآخر، ساعدنا كثير. الياس سعد، روح التعاون واعتبره قائد فريق زال الله خير، حيقعد بعد الرحلة يومين عشان يطمن، فهذه يشكر عليها كثير. ديان وإليزابيث، من الساعة 7 إلى الساعة 12 في الليل هم عرجوا لهم هدفهم مساعدة الغير. المختار الشيباني الوالد، تفاؤل عالي وحب لمساعدة الآخرين. دكتور سعود، هو كان بذرة هذه الرحلة وهو اللي شرارة انطلاق لرحلات أخرى إن شاء الله لهذه الدولة بإذن الله. أحمد العودة، زهر الأخير، رجل نشيط وديناميكي، حضر معنا من دبي أو من أبو ظبي، ما طلع معنا في الرحلة وأخر رحلته برضو ستتأكد أن المرضى إن شاء الله يكونوا بخير، فيشكر جزيلا. محمد الهواري ورامي مجمع الياس، فريق واحد في السراء والضراء، روحهم مع المرضى، اهتمام بالمرضى جدا عالي لدرجة أنهم أخروا رحلاتهم يومين حتى يطمنوا على آخر مريض. دكتور رياض كان شعلة السعادة، روح المريحة وروح الخفيفة خففت علينا كثير من المآسي في الرحلة. ومن خلال متابعتنا لهذه المهمة عن قرب، لعلنا نتساءل عن الدوافع التي تحرك نخبة من أرفع الأطباء وصل بعضهم إلى مستويات عالمية عالية في مجاله، إلى بذل وقته الثمين والتضحية بإجازاته السنوية والتطوع للعمل الخيري وإجراء عمليات من دون مقابل لمرضى بعيدين.